ايه موقف فينجا ده بقى داخل اتحاد الكوره؟ انا عارف ان عقده هينتهي بشهر 5 القادم، طيب خلينا يا اللي كابتن، هو المدير الفني لاتحاد الكوره. انا هقول لك تعليق بسيط كده على كل الملفات اللي حصل فيها يعني قرارات في اجتماع مجلس الاداره. اول حاجه نتكلم في كيروش، يعني كيروش يعني خد جزء كبير او قسط كبير من وقت اجتماع مجلس الاداره الاول، سواء بقى موضوع مده التعاقد بتاعته، المرتب بتاعته، مكافاه صعود كاس العالم ان شاء الله لو ربنا كرمه. اول حاجه كيروش بياخد بالظبط يعني عشان بس برضو في خلاف كتير جدا على مرتبه، كيروش بياخد 127000 دولار لوحده ولا بجهازه؟ لوحده لوحده 127000 دولار. انا بقول لك بالرقم ده صافي ضرايب وكل حاجه؟ كل حاجه بياخد 127000 دولار. تمام. طيب موقف اتحاد الكوره ايه من مرتب كيروش؟ هم شايفين ان مرتبه طبيعي. لما نيجي نتكلم النهارده موسيماني بياخد 120000 دولار، ومن المتوقع ان هو العقد الجديد بتاعه مش هيقل عن 170000 دولار. لما نيجي نتكلم على فايلر المدير الفني السابق للاهلي كان بياخد ما يوازي 180000 دولار. كارتيرون بياخد حوالي 140000 دولار. فبالتالي اتحاد الكوره ما عندوش مشكله في راتب كيروش خالص. هم كان عندهم مشكله في بعض البنود في الخاصه بالشرط الجزائي والحاجات دي، ودي هي دي اللي كانت عامله مشكله. وبالتالي بالنسبه لكيروش طيب في حاجه ثانيه برضو اتكلموا فيها في اجتماع مجلس الاداره، القصه بتاعت كاس العالم. لا صوت يعلو في مجلس اداره دلوقتي اتحاد الكوره عن كاس العالم. طبعا خساره كبيره لبطوله كاس افريقيا. هم كانوا متخيلين ان اكيد الفوز بيها كان هيخلي اتحاد الكوره هيرفع اسهمه بشكل كبير. طبعا المنتخب عمل اداء كويس ووصل للمباراه النهائيه، ولكن كلنا متفقين ان صعود المباراه النهائيه مش انجاز. بدل ما خدتش البطوله انت ما حققتش انجاز. الانجاز اللي هيكون كبير فعلا هو الصعود لكاس العالم. اتحاد الكوره شايف ان مكافاه كيروش في الصعود لكاس العالم هي راتب شهري. أيوه. يعني 127000 دولار 127000 دولار. فبالتالي شافوا ان المكافاه دي قليله، يعني حوالي 264000 264000 دولار. هم شافوا ان المكافاه دي مش اكبر حاجه، واتكلموا ان هم هيتكلموا مع كيروش ان مكافاه الصعود لكاس العالم ممكن يتم مضاعفتها. يعني انت لو صعدت لكاس عالم ممكن يتم مضاعفه مكافاه صعودك لكاس العالم، بخلاف طبعا الجهاز الفني. انا بتكلم على كيروش على كيروش بالتحديد. ده بالنسبه لكيروش، لان هو نال فعلا جزء كبير جدا من هو اعترض يعني على مكافاه الصعود. لا هو ما اعترضش، بس هم شايفين ان بيحفزوه لان هم شايفين ان الصعود لكاس العالم طبعا اكيد ده حلمنا، حلم مصر، حلم الجمهور، حلم كل حاجه، ولكن حلم اتحاد الكوره برده، لان هو لسه جاي ولسه حابب برده يعمل انجازات كبيره. فبالتالي هم عايزين يحفزوه، لان فعلا هو ما فيش حاجه اهم دلوقتي من الصعود لكاس العالم. كابتن شوقي غريب، مش هضيف كتير عن كلام درويش لان هو يمكن يعني قال الكلام بالتفصيل. كابتن شوقي غريب، اتحاد الكوره فوجئ برد فعل. لما فعلا الاستاذ وليد العطار كلمه كان في رد فعل سلس جدا. هم ما كانوش متوقعين كده خالص. هم كانوا متوقعين كابتن شوقي غريب يعني لا انا المدير الفني، لا طب من الشرط الجزائي، يعني ابتدى يبقى في كلام من نوع تاني. فوجئوا بشكل غريب جدا من رد فعل كابتن شوقي غريب، لدرجه ان هم زي ما بيقولوا كده ايه يعني اتحرجوا، قالوا لا احنا عايزين نكلمه، احنا كل واحد على حده يكلمه. بعد مكالمه المدير التنفيذي لا كل واحد يكلمه على حده يوضح له ان السبب. محدش كلمه محمد. لا انا بقول لك انا بقول ان هم يعني ايه اتحرجوا من رد فعل. هم كانوا متوقعين حاجه تانية خالص، ولكن هم اتحرجوا من رد الفعل. هل فعلا موضوع الفلوس من ضمن الاسباب؟ الفلوس من ضمن الاسباب، بس مش الفلوس بس. هم شايفين برضو ان يعني هم ليهم الحق ان هم اللي اختاروا. فعلا كابتن شوقي غريب حقق نجاحات كبيره، ما حدش ينكر كده. وكابتن شوقي غريب واحد من اهم الناس اللي مسكوا منصب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، ولكن